شخص ركب قطار، وجد بجانبه شخص جالس ومعاه أبنائه مسوين إزعاج وقلق في هذا القطار. أي واحد يصعد أو ينزل من هذا القطار منزعج من عياله بطريقة مو طبيعية. فيقول أنا قاعد أشوف اليهال وإزعاج ومؤذيتهم، وأشوف الريال نفسه ردت فعله حيل باردة ومو راكبة على الحدث نفسه، مغمض عيونه ومريح. خليته فترة وبعدين حاشني وانتابني شعور الفضول، وبنفس الوقت انزعجت من عياله فحبيت اني اكلمه. قلت له ما تحس ان عيالك ازعجونا زايد عن اللزوم؟ طالعني بكل هدوء وقال لي والله بالفعل احس ان الموضوع زاد عن حده وان شاء الله راح حله، لكن تدري وين المشكله؟ قال له وين؟ هلا من قبل كم ساعه والدتهم توفت، وانا في حيره من امري، ما ادري شو اسوي وشلون ابين هذا الشيء لعيالي وشلون اعيش وياهم مستقبلا، فهذا اللي متعبني ومأرقني. يقول نظرتي تغيرت من مشرقها إلى مغربها، من قبل شوي أقول إيش هالأب اللي مشاعره متبلدة، إيش هالأبناء الغير متربين، الآن ودي أعطيهم ماي عيوني، ودي أساعدهم قدر المستطاع، متعاطف وياهم أشد التعاطف. لذلك نلتمس الأعذار للآخرين، ما تدري يمكن الشيء اللي مزعجك هو شيء خارج عن إرادته وعن سيطرته بسبب مصيبة أو ألم أو حادثة مفجعة في حياته.